ثلاثة ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحرارة ديال المطبخ، ما تجبدوش من الثلاجة وتوضعوهم مباشرة في الكيك، باش هكا يكون معاكم الكيك ناجح. تبعوا معايا هذه الخطوات هذه، وبإذن الله غادي ينجح معاكم عفوا البيض. غادي يستعمل الطراب الكهربائي اللي ما متوفرش عنده، يستعمل فقط المولينكس. بنفس الطريقة نفس الخطوات غادي تجي إن شاء الله الكيكة غزالة كيف ما غادي تخرج ليا إن شاء الله. بسم الله. تنبقاو نطلبوا في البيض ديالنا حتى تنحصلوا على واحد الكريمه على هذا الشكل هذا كيف تتشوفوا معايا، تتولي عندنا واحد الخليط اللي هو كريمي. عندنا كاس ديال السكر سنيده، كيس ديال السكر فانيليا من وزن 7 ونص غرام، غادي نضيفه هنا. غادي نضيف بشويه بشويه وانا على سرعه عاليه. ها انتما كيفاش حصلنا على الكريمه، شفتوا معايا. غادي ندوز دابا، غادي نضيف الزيت النباتيه، نفس الكاس اللي عبرت به السكر السنيده غادي نعبر به الزيت. بسم الله. غادي ندير كاس ديال الزيت النباتيه، بسم الله، حتى هو غادي نبدا نضيفه بشويه بشويه، وفي نفس الوقت تنطرب على سرعه عاليه. غادي نضيف عليه حك ديال دانون من وزن 110 غرام، كيف تتشوفوا معايا 110 غرام. بالنسبه للنكهه عندي انا غير الفستق هو اللي غادي ندير، اولا البيستاش، يمكن لكم تنكهوه بالفاني، وتحت حتى دانون يكون البنات في حراره ديال المطبخ. يعني اي حاجه غادي نستعملوها اللي تتوضع في الثلاجه ضروري تجبد قبل. انا هذا الشيء جبدته الصباح وغادي نستعمله دابا في العشيه، غادي نطرب على سرعه عاليه. غادي ناخذ حبه ديال الحامض اولا الليمون الحامض، غادي نغسلها مزيان، نحك ليها القشر ديالو بلا ما نوصلو للابيض، ونعصر العصير ديالها. بسم الله. هيا حكيتها، شفتوا معايا، هيا عصرتها، غادي نصفيها. عطاتني هذه الكميه هذه، ولكن نعبر لكم بالمعلقه باش هكا تشوفوا شحال عطات. بسم الله. 1 2 3 4 5 تقريبا 6 المعلقات كبار. غادي نمزجو، غادي نبدا ندوفو في الدقيق. خديت الكاس اللي عبرت به السكر سنيده والزيت، غادي ندير الكاس الاول وغادي نمزج. بسم الله. ضروري الدقيق يكون مغربل ومن النوعيه الجيده، وغادي نبدا نمزج. بسم الله، من الفوق لتحت باش ما نهبطوش، هذاك الهواء اللي طلعنا. هذا الكاس الثاني، غادي نضيف النصف وغادي نمزج ونغربلوه ضروري. غادي نمزجو غير بشويه من الفوق لتحت. غادي نضيف الكميه ديال الكاس الثاني، دابا هزات لينا جوج كيسان، وغادي نبدا نخلط. غادي ناخذ جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات من وزن 8 غرام مع معلقه كبيره ديال الخل. بالنسبه لهذه الطريقه هذه تتعطي واحد الهشاشه. غندير معلقه كبيره ديال الخل، وغادي ندير معاه هاد جوج اكياس ديال الخميره، تيحدث هذاك الفوران. هذاك الفوران هو اللي تيساعدنا باش هذيك الكيكه ديالنا تبقى هشيشه. يعني انا شاركت معاكم الطريقه اللي تندير باش تحصلوا على واحد الهشاشه ديال الكيك. هانتوما مهم البنات، بالنسبه لجوج اكياس ديال الخميره ديال الحلويات في معلقه كبيره ديال الخل، كيف شفتوا معايا تيجي محبب في الخليط ديالو. ضروري انكم تخلطوا مزيان، الا كنتوا الا خفتوا ان يبقاو لكم حبيبات هكاك في الخليط، فما عليكم الا ديروا كيس ديال الخميره ديال الحلويات في الخليط مغربل، يعني تغربلوه، والكيس الاخر ديروه مع هذيك المعلقه كبيره ديال الخل، عاد تمزجوه وتخبيوه وتمزجوا الخليط مزيان حتى ما يبقاوش لكم حبيبات. الا كان عندكم عادي فيمكن لكم ديروا الطريقه اللي درت انا، فقط تمزجوا مزيان ما غاديش يبقاو لكم الحبيبات نهائيا. عاد تخويو الخليط في المول. خديت هاد اللاطه هادي اولا هاد القالب هذا، دهنته بالزيت، رشيته بالدقيق، وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. بالنسبه للخليط ملي تبغيو تخويوه هزوا لي يديكم مزيان الفوق وخليو هذاك الهواء يدخل على هاد الشكل هذا، شفتوا معايا، يدي راه هزاها الفوق في اتجاه ديال الراس ديالي. تهزوا لي يديكم مزيان دائما باش الكيكه ديالكم يدخلها الهواء، تجيكم مفشفشه. تبعوا غير هاد الخطوات اللي عطيتكم، باذن الله غادي تنجح معاكم الكيك ديالكم.
الفرن ضروري يكون ساخن، ديروا الفرن يسخن قبل ما تشعلوا، قبل ما تبداو الخليط ديال الكيك ديالكم، تخليوا الفران يسخن وتبداو الخليط ديالكم. دابا ما بقى لي الا ندخلها للفرن اللي يكون ساخن. ملي طيبين الكيك تخرجوها، الطريقه العاديه ديال الطياب، العافيه من التحت والكيك من الفوق حتى تنفخ وتتحمر لينا من التحت، عاد نشعلوا لها من الفوق باش تاخذ هذاك اللون الذهبي، ونقدمها لكم ان شاء الله من بعد ما تطيب. كيف تتشوفوا معايا البنات تتجي على هذا الشكل، هذا تتجي رائعه جدا. هي جربوها ودق دابا واحد شويه الحامض، تيجي روعه روعه، خصوصا دابا الوقيته ديال الحامض، الحامض موجود. فهر جربوها على الضمانه ديالي، ها انتما كيفاش تتجي. ان شاء الله غادي تجربوها، تجي اثناء الاعجاب ديالكم، وتتجي خفيفه، تتجي هشيشه من الداخل، ماشي هذيك الكيك اللي تتحسوا بها ثقيله من الداخل معجنه، تتجي خفيفه. ولكن تبعوا فقط الخطوات اللي عطيتكم، ان شاء الله تجربوها اثناء الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش باللايكات البارطاج ديال الفيديو، نخليكم بالصحه والراحه، وما ننساش انني نقطع عليكم قبل ما نقول لكم بالسلامه عليكم. واحد الطريف باش هكا تشوفوا كيفاش تجي من الداخل. بسم الله على بركه الله، يا بسم الله، المذاق روعه البنات. شوفوا كيفاش تجي، تجي شيشة. ما تنسونيش باللايكات البارطاج ديال الفيديو، نخليكم بالصحة والراحة، والسلام عليكم.